أعلنت شركة الحكمة للأدوية بالجزائر عن إطلاق أول علاج عن طريق الفم لمرضى التصلب اللويحي المتعدد في الجزائر. المدير العام لمخابر الحكمة للأدوية مأمون العريضية كشف في ندوة صحفية له بفندق حياة رينج سي بالعاصمة أمس على توفير هذا الدواء قريبا على مستوى صيدليات المستشفيات. الدواء الذي ينتظره مرضى التصلب اللويحي المتعدد سيكون قابلا لتعويضات الضمان الاجتماعي لاحقا. التصريحات في ميكروفون إيمان بالعمري. دواء الدايميثيلفيوميريت حيكون مصنع بالكامل في مخابرنا في الجزائر، وهذا حقيقة شيء أساسي ومهم حتى نضمن استمراريته، نلتزم بوجوده وتوفره على طول. فكميات الإنتاج مفتوحة بالنسبة لنا، همنا الأول والأخير ومسؤوليتنا الأول والأخيرة هي التخفيف من آلام المرضى وإخواننا وإخواتنا المصابين بالتصلب اللويحي المتعدد في الجزائر. بالنسبة للضمان الاجتماعي، هذا الدواء الآن حيكون متوفر في كافة المؤسسات الاستشفائية حسب التعليمات والنصوص في وزارة الصحة. هذا الدواء مسجل للبيع في المستشفيات في المرحلة الأولى. اليوم احنا على تنسيق وتواصل ونخدم مع زملائنا في وزارة الصحة بحيث يتاح في أقرب الآجال في الصيدليات، ومن ثم بالتعاون مع وزارة العمل والضمان يتم تعويضه.